دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر. هنزور مصنع جورميه للشوكولاتة والحلويات. هذا المصنع بينتج الشوكولاتة بخامات بلجيكية وخبرات سويسرية وصناعة مصرية. خليكم معنا. بتحبوا الشوكولاتة؟ ومين مش بيحبها؟ وخصوصاً لو الخام بلجيكي والخبرة سويسرية والصناعة مصرية والتغليف عالمي والسعر متميز جداً. دلوقتي حضراتكم في مصنع جورميه للشوكولاتة والحلويات في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، واللي بينتج الشوكولاتة جيوفاني. أسسه المحاسب علي محسن كأول مصنع في مصر للشوكولاتة جيوفاني، وهي واحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، وبتتصنع في دبي وبنفس الجودة والخبرة والطعم بيصنعها في مصر. حتى الشيف اللي بيجهزها مصري، وكان أحد عمدة مصنع جيوفاني في دبي. وبجد أبدعوا في التصنيع، شوكولاتة سادة وبالمكسرات ودارك وأفتر إيت وغيرها. أما التغليف فبجد روعة، لأنهم بيخاطبوا كلاس A، ودايماً الشوكولاتة بتاعتهم مطلوبة في الاحتفالات الكبرى وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد والشركات الكبرى والفنادق. تعالوا نقابل المحاسب علي محسن، وهو مستثمر وفي الأصل متخصص في الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، ولكن زيارة لدبي سنة 2018 غيرت مساره عشان يبقى أحد صناع السعادة. أنا عايز أعرف حكايتك أنت الشخصية مع الشوكولاتة. حضرتك متخصص في كمبيوتر ومحاسب وسافرت العالم كله تقريبا، وفي الآخر جيت لنا النهاردة ببراند مختلف تماما اسمه جيوفاني. أنت هتخاطب من خلاله الاي كلاس اللي هو أعلى شريحة من الزبائن في مصر. جه موضوع الشوكولاتة، الحقيقة أن أنا كنت برضو بسافر دبي، كان واحد زميلي بيشتغل هناك، فراح اشتغل في محمصة، بدأ يعني يساب المجال الإلكترونيات، ولقيته بعد فترة 2011 اللي هي فترة كنت بعدت عنه شوية، لقيته عامل مصنع شوكولاتة في منتهى الروعة. أنا قلت لحقيقة هي يعني يمكن أن أنا بسافر كتير دي، فمثلا في السوق الحرة بشتري شوكولاتة من كل بلد في العالم. فالمهم لقيت الشوكولاتة بتاعته مميزة جدا. هو اسمه أمير حسن، أمير يعني كان شاطر جدا في الإلكترونيكس كمان، وطلع أشطر في الشوكولاتة. فبدأت بقى يعني هو شريك لحضرتك أصلا من زمان؟ لا، هو ما كانش شريكي في الكمبيوترز، هو يعني أنا شاركته بقى في المصنع هنا الشوكولاتة دي. في الشوكولاتة هو اختار اسم لشركته حلو هناك في دبي اسمها جورمي للشوكولاتة. عملنا اسم الشركة هنا برضو جورمي للشوكولاتة. عمل هو البراندنج اللي هو كان مختار جوفاني، فبرضه حبيت امشي على نفس البراند، لان هو الماركه دي هو بيبيعها يعني خدت شهره كويسه جدا في الامارات الحقيقه، حتى عند الشيوخ الحقيقه، وعامل برضه هو فرع في امريكا. الشوكولاته يعني لقينا ان هي برضه يعني تصنيعها ما هوش حاجه صعبه، انما هو زي اي حاجه فيها اكل، هي موضوع طعم الذوق. والحقيقه كل بلد طبعا خامات محترمه. يعني انت خاماتك بتجيبها منين؟ الخامه من بلجيكا طبعا، اعلى رو ماتيريال للاعلى خامه للشوكولاته دي من بلجيكا. احنا يعني لسه في مرحله التجارب، حتى احنا ما يعني لسه ما نزلناش السوق فعليا، الا نزلنا في ايفنتات معارض يعني بي تو بي، شركه لشركه مش للمستهلك النهائي. انا بصنع للغير بس بصنع له باسمه وبالكواليتي اللي بيطلبها. بدات الموضوع ده هنا؟ بدانا طبعا بقى في مجموعه شباب الحقيقه كويسين برضو، عاملين مثلا كانوا ابلكيشن تقدر تشتري هدايا وتبعتها حتى لو انت مسافر بره، وبتدفع طبعا اونلاين وكل الكلام ده. بداوا هم ياخدوا مننا على طول كميات يعني باسمهم، وبنصنع لهم بالكواليتي برضو اللي هم يحتاجوها، بيختاروا كذا طعم. احنا جايبين حشوات للشوكولاته مثلا 29 طعم،
الأوتيلات، الشركات الكبيرة مثلا اللي بتطلع الهدايا. كجوفاني فكرنا ان احنا ننزل ماركتس بتاعت محطات البنزين الكبيرة، بس بنعمل علبة لطيفة كده صغيرة فيها 10 قطع. الحقيقة برضو من الناس اللي يعني شجعوني جدا على الفكرة وساعدوني كمان ماديا في التمويل لجهاز تنمية المشروعات. لا فعلا يعني بيساعدوا يعني بقلب، بالذات ان هم بيدرسوا معاك المشروع بقوة. رحت لهم معاك مبنى خرساني بتقول لهم انا عندي مصنع. انا المبنى الخرساني بداية كنت حاطط النشاط بتاعه الالكترونيات، اللي هو النشاط بتاعي اللي هو الكمبيوتر الاساسي. ان احنا بنجمع اجهزة كمبيوتر. وغيرت النشاط لصناعة غذائية؟ غيرت النشاط مواد غذائية، وبدأت بقى احتك بجهات مختلفة، هيئة سلامة الغذاء، والحمد لله يعني العينات بتاعتنا يعني جابت كل الأرقام النهائية يعني اللي هم محتاجينها في أي تحليل للمواد الخام نفسها. الأجهزة بتاعتك جبتها منين؟ عملية التصنيع نفسها نقلتها ازاي من دبي لمصر؟ عرفني. الحقيقة يعني شريكي اللي هناك اللي هو يعني اللي عنده المصنع هو اللي يعني كان اختار المكان نفسه، والمكان إيطالي وبلجيكي، وجبنا سخانات مصري اللي هي السخان ده اللي هو يعني بنحط فيه الشوكولاتة الخام وبنبدأ نسيحها، وبعد كده بنشكلها زي ما احنا عايزين، بنجيب بقى بالظبط كده المولد بقى ونشكل زي ما احنا عايزين ونحط الحشوة اللي احنا عايزينها. الشيف عندنا كان اوريدي بيشتغل في دبي واشتغل في عمان، هو برضو دبي كان ليهم برضو فرع في عمان بس شروم محلات بس، يعني عنده خبرة يعني كبيرة جدا الحقيقة في صناعة الشوكولاتة. قعدنا عملنا تجارب كتير جدا، نزلنا المعارض الايفنتات اللي هي في مصر هنا، طبعا ما بنبيعش لسه بس بقينا ندوق الناس وناخد الفيدباك او رايهم. يعني من الحاجات اللي كمان الحقيقه في الشوكولاته يمكن جديده بالنسبه لي ان انا يعني الحقيقه اشتغلت في كذا مجال، فانا يمكن عندي مزرعه صغيره فبدات كنت بزرع فيها حاجه اللي هي الاستيفيا اللي هي بديل السكر، فان شاء الله ندخلها ونبقى برضو مميزين فيها. التسويق اشتغلت عليه ازاي؟ انا ابني خريج الحقيقه يعني تسويق، فبدأ هو الحقيقة يمسك التسويق، بدأ يعمل يعني أشكال كويسة للعيلة مثلاً اللي هيسوق بيها، بدأ يخاطب الناس اللي دخل معهم الإيفنتات المعارض اللي هو بيدوق الناس فيها، بدأ طبعاً يكلم الناس اللي في السعودية واللي في الإمارات عشان برضو يقدر ينسق بينهم، إن يعني أظن إن أغلب الحاجة دي هي اللي متعبية دي إن شاء الله يعني متصدرة السعودية. احنا اشتغلنا حاليا هو بدأت الشغل بتاعه اللي هو بيزنس لبيزنس، يعني من شغل لشغل، يعني اللي هو بيجيب عميل محتاج ان هو مثلا عايز 100 كيلو شوكولاتة بشكل معين بنوع معين، ممكن في فرح فمكتوب اسم العريس والعروسة، يعني ستمبا بالضبط هي يعني. فهو بدأ يسوق على كده ان هو بيشتغل بي تو بي اللي هو يعني بيبيع للشركات بأسمائهم باسم منفصل. جوفاني الحقيقة يعني لسه ما نزلناش بيها السوق، لان هو بقول حك يمكن يعني عشان نقدر فعلا نبقى منافسين ونقدر نقول ان احنا واخدين نسبة كويسة من السوق المحلي حتى، فلازم تبقى تنزل بقوة، لان انت بتنافس ناس برضو عندها خبرة اكتر منك ويعني ادب منك في السوق. من المفاجآت اللي اكتشفناها خلال لقائنا مع المحاسب علي محسن هو انه والد الشهيد المهندس عمر علي محسن اللي تخرج في كلية الهندسة بالجامعة الامريكية وتوفاه الله في حادث مجزرة استاد بورسعيد، ربنا يصبره. عندك هنا القدرة ان انت اي حد عنده فكرة وعايز يعملها من الشوكولاتة حضرتك صنعها له هنا بالظبط، وتديها له في علبته في التغليب بتاعه باي شكل اسمه بكل حاجه. طب ده يكلفني كام؟ التكلفه بحسبها حسب الخامه اللي بحطها وكمياتها. يعني لو انا هصنع بس بين الشوكولاته البلجيكي بالحشوات اللي انا برضو مستورده بيبقى لها سعر معين، لو انا بدخل الشوكولاته مصري خام موجود شوكولاته مصري خام، انما بالحقيقه احنا يعني ما بنصنعش شوكولاته بقوه، ما عندناش الخبره فيها قوي ان احنا نصنع الخام. انما بقى برضو دي مرحله انا شايفها يعني جايه دلوقتي. هو حضرتك طاقتك هنا في المصنع كام طن شوكولاته في السنه؟ يعني مش هقدر احسبها قوي بالسنه، لان انا بقول لحضرتك يعني انا طاقتي الانتاجيه في اليوم اقدر في الورديه الواحده انتج نص طن شوكولاته 500 كيلو، ده لو احتجت مثلا ممكن يبقى عندي تصدير فنقدر نشتغل ورديتين. انت من خلال الشوكولاته دي قدرت توصل ان ذوقنا عامل ازاي كمصريين؟
لا احنا المصريين يعني بنحس بطعم الاكل، بنحب طعم الاكل يعني بنحبها مسكره، بنحبها سكرها قليل. احنا طبعا هنا يمكن بناخدها سكر زياده طبعا عن الاوروبيين او الامريكان او حتى الشوام، يعني حتى لما حضرتك بتاخد مثلا حلويات شاميه هتلاقي السكر فيها اقل سنه من المصري. السكريات اللي يعني احنا كمصريين نحب السكر الحقيقه. طيب خطتك ايه بقى عشان تسوق الشوكولاته بتاعتك في السوق المحلي؟ يعني امتى الاقي محل اقول يا جماعه انا شاركت في صناعه الجوفاني العلامه التجاريه دي؟ حاليا احنا بنشتغل اونلاين، يعني انا في الايفنتات لما نزلنا او المعارض دي والله جالنا عملاء مثلا من السفاره السعوديه. ايه اونلاين بكام كيلو الشوكولاته دي؟ ايه ب 800 800 جنيه. يعني خطتك دلوقتي للمحلات دي تبقى امتى بالظبط؟ في نص 23 ان شاء الله. هي نفستك الاولى والاخيره عشان تقدر توصل للمسالك المصري. يعني هنبدا طبعا يعني بمكانين، يعني هنحاول ناخد مكانين اللي هو طبعا احنا المصنع في 6 اكتوبر الشوروم او المحل اللي هنعمله باذن الله هيكون في الشيخ زايد، ده بدايه طبعا التجمع، يعني دول اكتر منطقتين اللي هي المدن العمرانيه الجديده بس فيها يعني هقول حركه يعني كبيره وفيها المستوى اللي احنا برضو بنخاطبه. تعالوا نقابل السيد احمد المالتي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة 6 اكتوبر. استاذ احمد المالتي رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مدينة 6 اكتوبر. استاذ علي محسن جالنا في جهاز المشروعات، انا عندي مصنع لم يتم تجهيزه وهصنع في شوكولاتة، طب خبراتك؟ انا راجل بتاع كمبيوتر. طب خبراتك ايه؟ انا جايب معايا الخبرات كلها وانا جاي. امننا ازاي بهذه الفكره؟ ساعدنا ازاي؟ حجم التمويل كان ايه والتمويل كان لغرض ايه؟ فكره المشروع طبعا كانت فكره كويسه، ساعدتنا ان احنا نمول المشروع. كان اهم حاجه في المشروع الصناعي الغذائي بالذات اللي هينتج الشيف اللي هينتج الطعم نفسه الجوده الكواليتي الحاجات دي كلها كانت من ضمنها. الشيف اللي جانا عملنا له اختبارات يعني ولا ايه؟ لا الشيف الخبرات والشهادات اللي كانت موجوده معاه كانت ساعدتنا في الاول، لان احنا طلبنا هو الراجل ده لما طلبنا الاوراق بتاعه الشيف نفسه عشان نطلع خبراته، لا جاب خبرات كويسه وجاب شهادات خبرات حتى من دول عربيه الامارات، فده كان شجعنا ان احنا نمول المشروع. افكار التسويه بتاعه الاستاذ علي اللي كانت عنده ان هو بيعمل افكار اطعمه كتير زي ما هو قال 29 طعم، كل الحاجات دي كلها كانت مشجعنا ان احنا نبدا مع المشروع. وعجبني ان هو محدد الكاتيجوري بتاعي، يعني انا عايز الاي كلاس، مش تايه ما بين الزبائن بتاعته او العملاء بتوعه، هو عارف هو رايح لفين. يعني أخذ من كلام حضرتك بس أوجه رسالة لكل شبابنا، وانت بتعمل المشروع بتاعك لازم تكون فئة انت بتستخدمها، ما فيش حد بيعمل حاجة اسمها لكل الناس. عملنا ايه بقى؟ الأول احنا لما عدنا معاه لقينا المكان متاح، عنده محدد المكان والأجهزة اللي هيشتغل بيها، محدد الموردين اللي هيجيب منهم المكان الخبرات والخامات. كلها الخامات درست الجدوى موجودة، هو كمان في السوق زي ما قال لحضرتك ان هو من سنة عام وهو راجل بيزنس بيشتغل في السوق، فعنده عقلية تقدر تساعد ان هو يدير المشروع او يدير المنتج بتاعه، عنده خبرات العماله بجامع عماله، العماله هتبقى جاهزه يدربها، عنده شيفي التصنيع بتاعه، حتى الطباعه والحاجه اللي هي هتستخدمها هو محدد مين هيروح يبقى الطباعه بتاعته، عامل دراسه جدوى كويسه للمشروع، ساعدنا ان احنا نعمل معاه دراسه التمويليه بتاعته يبدا يصرف منها. صرفنا له قد ايه وكان بغرض ايه؟ هل اجهزه ولا خامات؟ احنا صرفنا حوالي 5 مليون جنيه، دي كان في شهر القرض الجديد، كان في شهر 6 اللي فات، 6 شهور زي ما حضرتك ان هو لسه نازل في السوق. التمويل كان فيه كل حاجه، كان فيه جزء منه الخامات وفي جزء منه المكان والمعدات اللي موجوده في المصنع. بنتابع بقى اللي نموله ولا ايه اللي بيحصل؟ كل عملاء الجهاز تنمية المشروعات بعد الحصول على القرض مباشره في خلال من 30 ل 60 يوم لازم حد من الجهاز بينزل يقعد معاه، لازم ينزل يقعد معاه باستفاضه زي الاولانيه، يشوف المشروع هل الوجه عقبات في البدايه في المشروع، هل هو دراسه الجدول اللي اشتغل وتشتغل عليها قبل ما اي معوقات نقدر نساعده فيها، وفي متابعه دوريا على طول للمشروع. ما تكلمني كده على الضمانات بتاعه الكروب بتاع جهاز المشروعات وسدادها بيتم ازاي؟ النظام الخاص بالتمويل. أول ضمانة احنا بنحتاجها كجهاز تنمية المشروعات الفكرة، لو فكرة المشروع ابتكارية ريادية، فكرة مشروع مش موجودة، أي مشروع
هنبدأ نصدر ونوفر عملة للدولة. احنا كجهاز مشروعات احنا معاه مباشرة. السداد حسب طبيعة المشروع هي ممكن يكون سداد. المصانع احنا بديها فترة سماح لمدة يعني حد أقصى سنة ان هو لغاية دوران معدل رأس المال بتاعه لحد ما يبدأ يصنع المنتج ويبدأ يغلفه ويبدأ يسوقه ويبدأ يخش أموال لجوه المشروع نقدر نسدد به. والسداد يكون في بنك ايه بقى؟ بيجي يسدد في الجهاز ويستلم الشيك عندي من الجهاز. تمام. وفي حاجات تانية تبع البنوك؟ وفي حاجات تانية طبعا. في حاجات جهات وسيطة زي البنوك. في مشروعات بنك الاهلي، بنك اسكندريه، بنك مصر، كل البنوك المعتمدة بالبنك المركزي احنا بنتعامل معها مع عقود دورية. في برضك اقراض عن خلال الجامعات الاهلية والبنوك برضك دي للمشروعات اللي هي متناهية الصغر للسيدات اللي هي موجودة في البنوك. امتى اخد من الجهاز واسد في الجهاز وامتى اخد من الجهاز واسد في البنوك؟ ايه الفرق بينهم؟ ما فيش فروق. هي حسب راحة المستفيد او العميل عنده. في بعض العملاء عندي عندهم تمويلات، عندهم ارصده في البنوك او يبقى عنده البنك اسهل شويه. معظم الناس بتجينا كاقراض مباشر. جيوفاني بجد شوكولاته طعمها مختلف. بقول لحضراتكم خام بلجيكي وخبره سويسريه والتصنيع مصري. والمحاسب علي محسن بجد مركز في العلامه التجاريه جيوفاني وبيخطط للتصدير من مصر للأسواق العربية والإفريقية وافتتاح أول فروع شوكولاتة جيوفاني في مصر. بالتوفيق بجد.